طرق الصيد البدائية، لطالما اعتقد العلماء أنهم اكتشفوا كل ما يخص ذلك الأمر وفقا لما نفذه الأشخاص البدائيون في العصر الحجري. ولكن مؤخرا ظهرت دراسة جديدة غيرت مسار الأبحاث التي اعتمد عليها العلماء منذ أعوام، فاتضح أن الإنسان البدائي يمكنه أن يصطاد فريسته على مسافة أكبر بكثير مما كان يعتقد العلماء في البداية. الأكاديميون بجامعة UCL البريطانية اكتشفوا بعد اختبار نسخ متطابقة من الرماح البالغة من العمر 300 ألف عام أن الإنسان البدائي يمكن أن يصطاد فريسته من على بعد يصل لعشرين مترا دون أن يضطر من الاقتراب منها. ما فعلناه خلال تلك التجربة أننا جعلنا رماة الرمح يلقون الرماح في محاكاة للأشخاص البدائيين مستخدمين نسخا مصنعة من هذه الأسلحة المبكرة، واستنتجنا أن الرمح يمكنه أن يصل لعشرين مترا للأمام، وهذه المسافة هي ضعف المسافة المقدرة التي اعتقدناها في البداية. كما اكتشفنا أيضا أنها سوف تصطاد الفريسة بدقة عالية مما يجعلها سلاحا فعالا للصيد. الأكاديميون اعتمدوا في التجارب على نسخ مقلدة من رماح العصر الحجري القديم التي اكتشفت في تسعينيات القرن الماضي في مانجام اللاجنت في مدينة شونجلين في ألمانيا، واستخدموا خشب شجرة التنوب النرويجي لصناعة الرماح التي تزن ما يقرب من 800 جرام. كما صنعت الرماح يدويا باستخدام أدوات معدنية، ولكن تم وضع اللمسات الأخيرة بها من الحجر لتجعلها مطابقة لنظيرتها الأصلية. أعتقد أن هذا البحث ساعدنا على بناء صورة دائمة النمو كان فيها الإنسان البدائي قادرا جدا ولديه نسبة ذكاء كبيرة وربما كان أذكى منا حاليا، وكل ذلك بدون استخدام أي تكنولوجيا، فهم كانوا مرنين بسلوكياتهم الخاصة وقادرين على التفكير الرمزي. في حين أن بعض علماء الآثار كانوا ينظرون إلى الإنسان البدائي أنه كان أكثر تطوراً في شكله من الصورة المتعارف عليها، ولكن الأدلة لم تثبت العكس بعد. وفقاً لعلماء العصر الحجري فآخر شخص بدائي مات منذ حوالي 40 ألف عام، وحتى الآن لم يتبين سبب وفاتهم، ولكن بعض النظريات اقترحت أن الإنسان البدائي لم يقدر على التكيف مع تغير المناخ وزيادة المنافسة من البشر المعاصرين.